شايف ان احنا سوء حظ كبير جدا. بس احنا في النهايه عندنا مشكله ان احنا ما بنحضرش كويس لحدث كبير زي كده. بنيجي على اخر لحظه ونفوق ونفتكر ان احنا عندنا كاس عالم المفروض التحضير بيتم على سنوات 4 أو 5 سنوات. يعني بنفتكر ان احنا في اخر لحظه. يعني الجهاز بتاعنا لما جه اشتغل في اخر 7 أو 8 شهور قبل كاس العالم. فصعب جدا ان انت تحضر نفسك للحدث ده بالشكل ده. كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري في قادم الاحداث انه يبقى متواجد ويشرفنا ان شاء الله زي المنتخبات اللي شاركت في البطوله دي وشرفتنا كلنا. يعني عندنا حزن كبير جدا على عدم تواجد المنتخب المصري والمنتخب الجزائري تحديدا في البطوله دي. كانوا هيضيفوا كتير انما ان شاء الله الخير في اللي جاي باذن الله. في النهايه العمل الجماعي والشغل الجماعي هو اللي بيبرز الافراد. محمد صلاح على المستوى العالمي مقدم اجمل واحلى صوره مشرفه للاعب كره قدم عربي. يعني انا اتمنى التوفيق ويبقى عندنا اكتر من محمد صلاح ان شاء الله. تنوع ووفره اللاعبين الجيدين. السعوديه خططت بشكل كويس جدا, تعاقدت مع مدرب واداته الثقه واداته التحضير ووثقت فيه لمده طويله, فطبيعي ان بيجي النجاح. ودي النقطه اللي احنا بنفتقدها. المغرب عندها لعيبه كتير جدا بتلعب في اوروبا وفي اي وقت يقدر يجيب افضل اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه, ودي نقطه مهمه وبتساعد في ان المنتخب دايما يبقى عنده تواجد وعنده وفره من اللاعبين. لغايه دلوقتي البرازيل وفرنسا هم الاوفر حظوظا.